مساء الخير عليكم. اليوم جايب إليكم تغطية قوية فوين؟ في عالم التوفير. الموقع حقهم بالدمام شارع الأمير نايف مقابل الحياة بلازا. طبعا هذا الفرع يكون قبل كنتاكي. طبعا عالم التوفير عندهم 5 أفرع، 2 بجدة و1 بتبوك و2 بالدمام، 1 في شارع الأمير نايف والثاني في الحياة بلازا. يلا خلينا نشوف العرض القوي اللي مقدمنا إلينا عالم التوفير. عرض اللي مقدمنا عالم التوفير أقدر أقول لكم عرض اسمه الحق أو ما تلحق. عرض على أكثر من 500 صنف من الأصناف اللي موجودة عندهم، والعرض هذا راح يكون حتى نفاد الكمية. عروض خطيرة بمعنى الكلمة. طبعا عالم التوفير احتياجك المنزلي تحت سقف واحد. طبعا هو بدون عروض أسعاره مرة حلوة. الآن العرض اللي منزلنا عرض ناري، خلينا نشوف العرض سوا. يا سلام، شوفوا هالصحون هذه مال التقديم بهذا الأشكال، بهذه الألوان الحلوة، بهذه الخامة الطيبة، راح تكون فقط ب3 ريال، وهذا العرض حتى نفاد الكمية. شوفوا الأحجام حقها بصراحة، يعني الواحد يغير الصحون حق المطبخ حقه وأشياء التقديم. شوفوا كيف الحركات على 3 ريال فقط، صحون كبيرة. صدق أو لا تصدق، الزبديات هذه، الزبديات أو الطيس، أشكال حلوة على كم؟ على 1.15 ريال هللة. طبعا الأسعار شاملة الضريبة حتى نفاد الكمية، لا يفوتكم. يا سلام، شوفوا هالفناجيل هذه، طقم 6 حبات بكم؟ 3 ريال فقط. تشكيلة واسعة عندهم على كم؟ على 3 ريال بصراحة، فرصة بمعنى الكلمة. الكاسات هذه على كم؟ على 3 ريال. يا حركات، طقم هذا على كم؟ على 3 ريال حتى نفاد الكمية، صراحة فرصة خطيرة. يا سلام، هذه لما يقول لك في عروض قوية معناها عروض قوية. شايفين الطقم هذا شحليلة؟ زبدية وصحن بشكل هذا حق التقديم ب3 ريال، صدق أو لا تصدق يا جماعة، على 3 ريال، متخيلين معاي حركات هالحلوة هذه؟ هذا الستاند هالحلو، هذا التقديم والحلا والشغلات على 3 ريال، حق التمر، حق المكسرات، الشغلات هالحلوة على 3 ريال فقط. زي ما قلت لكم حتى نفاد الكمية. هذا أيضا على 3 ريال صح؟ نعم. شاء الله تبارك الله، تحطيم الأسعار. يا سلام، شوفوا هالعرض هالقوي، ركزوا وياي. هذا الستاند من هنا إلى هناك، البلاستيكات، هذه الأكياس حق حافظات الطعام، الشدة كاملة هذه ب10 ريال فقط شاملة الضريبة. السفر، الشدة هذه ب10 ريال. يا سلام، هذه سفر سميكة، ها هذه بكم؟ فقط ب10 ريال يا جماعة، والسعر شامل الضريبة، وهذا العرض حتى نفاد الكمية. شوف المفارش هذه، كل هدول ب10 ريال. أكياس حق النفايات 30 جالون، هدول كلهم ب10 ريال فقط، بصراحة عرض تحطيم بمعنى الكلمة. شوفوا هالعرض هالقوي، الحاضر يعلم الغايب، اللي شاف السنابة يعلم اللي ما شاف السنابة، على 3 ريال فقط. الألمنيوم، الحافظات هذه، الشدة ب3 ريال فقط حتى نفاد الكمية. مقاسات متعددة وأشكال متعددة على 3 ريال فقط. طبعا زي ما انتم شايفين المكان مرة كبير والأصناف كثيرة، اللي صورة لكم الآن هذا جزء بسيط من الأصناف. أنا شوفوا هالعرض هالقوي، 3 بونتي ب5 ريال و75 هللة، 5 ريال و75 هللة. الكتكات 4 ب5 ريال و75 هللة، والله عرض مرة قوي. طبعا هذا اللي صورناه الان، الفرع اللي موجود بشارع الامير نايف. ارفع الشاشه لفوق عشان توصل الى الموقع، وراح انتقل الان على الموقع الاخر، وهذا فرعهم الاخر اللي موجود بالحياه بلازا. طبعا العروض هذه راح تشمل جميع الفروع على ال5 فروع. خلينا ناخذ نظره بعد على هذا الفرع. يا سلام، شوفوا كيف الاسعار هذه على كم؟ على 3 ريال. شوف تخيلين يا جماعه، طقم هذا كم؟ 3 ريال، الاشياء الحلوه ب3 ريال. طبعا نفس ما قلت لكم حتى نفاد الكميه. يا سلام، صراحة عالم التوفير إبداع بمعنى الكلمة، لا يفوتكم على 3 ريال فقط. إيش هالحركات، إيش هالزين، صراحة الموضوع ما يحتاج تفكير. على كم؟ على 3 ريال حق الكيك والحركات، 3 ريال فقط هذه، ما شاء الله تبارك الله، 3 ريال. شوف الحركات هذه، شوفوا يا جماعة هذه الأصناف على كم؟ على 1.15 ريال فقط حق الفحم هذه، تخيلين ب1.15 ريال. لما نقول عرض قوي وتوفير قوي بالفعل، هالحافظة هذه ب3 ريال، على 3 ريال فقط حتى نفاد الكمية، على 3 ريال. يا سلام، شوفوا هالماجات هالحلوة على كم؟ على 3 ريال. برطمانات على 3 ريال، شغلات هالحلوة على كم؟ على 3 ريال فقط هذه؟ نعم. شاء الله تبارك الله،
شوفوا وهدول على كم؟ على ريالين وثلاثين هللة. يا سلام تخيلين بريالين وثلاثين هللة فقط، هذا العرض حتى نفاد الكمية. وهدول على ثلاثة ريال حق الكشتات الآن والحركات الحلوة وطلعات، ترى الجو زين هالأيام. شوفوا هالقسم يا جماعة، قسم الأقمشة، صدق أو لا تصدق، متخيلين إن هذا المتر بكم؟ ب 11 ريال ونص، ب 5 ريال و 75 هللة. بصراحة عالم التوفير إبداع بمعنى الكلمة. سلام، وهنا تشكيلة واسعة عندهم بهذا الفرع حق الحلويات. يا سلام، تخفيض بمعنى الكلمة. يا سلام، بصراحة عالم التوفير فرصة، وزي ما قلت لكم هذا العرض راح يكون حتى نفاد الكمية. أعجبتني هذه المقولة، بالثمن القليل تشتري الكثير، وبصراحة هذا اللي شفته بعالم التوفير. اسحبوا الشاشة عشان يوصلكم إلى نفس الموقع.